الأستاذ عمرو القاضي من شركة وادي دجلة للاستثمار العقاري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بداية بدي تحكي لنا عن مشاركتكم في المعرض ورأيك بمعرض النخبة كونه أول انطلاقة له من مصر لأول مرة بعد الكويت والإمارات والسعودية عامة دول الخليج. تحكيني عن هالمشاركة، مشاركتك بمعرض النخبة العقاري، وكيف شفت المعرض كأول يوم؟ احنا متحمسين جدا من اول يوم للمشاركة والتواجد بجانب الاشقاء العرب. بدأنا مع معرض النخبة الحقيقة ممكن اقول لك مفاجأة، ان احنا ما بدأناش النهاردة ولا بدأنا هنا، احنا بدأنا في الكويت. احنا من الشركات القليلة جدا اللي راحت لحد الكويت وعرضت هناك، والحقيقة كان عرض ناجح جدا وكانت مشاركة ناجحة جدا، وده اللي شجعنا ان احنا لما برضو نرجع تاني هنا نشترك مع النخبة ويبقى فرصة للتواصل مع المستهلك والمشتري المصري والمستثمر والديفلوبر العربي الشقيق. برأيك معرض النخبة العقاري رح يخلق صداقات استثمارية عقارية بالوطن العربي؟ طبعا كل فرصة لمقابلة الأشقاء العرب وكل فرصة للحديث وللتعاون دايما بتنتج تعاون. سبب مشاركتك بالنخبة العقاري بمصر كونه انطلاقة أولى، حسب كلامك حضرتك أنت شاركت فيه بالكويت أيضا. الكويت. طيب يعني سبب مشاركتك فيه بمصر تحكي لي؟ سبب مشاركتي بمصر زي ما بقول لك إن هو فرصة إن احنا نعرض منتجاتنا على المشتري المصري، فرصة أخرى زي ما بيقولوا كده نافذة جديدة برضو لعرض المنتجات على المشتري المصري، وبرضو فرصة إن احنا نعرض منتجاتنا على المستثمرين والضيوف الكويتيين والعرب المصاحبين للمؤتمر. أهم المشاريع اللي تم طرحها من خلال معرض النخبة العقاري اليوم بوادي دجلة. من المشاريع المهمة اللي طرحناها النهاردة هو مشروع نيوبلس، ده مشروع وادي دجلة في القاهرة الجديدة، هو حوالي 14,000 وحدة، ومن المشاريع الكبيرة والضخمة واستثماراتها حوالي 13 مليار جنيه مصري. للفئة المستقطبة للمشروع؟ هو إسكان متميز بس في نفس الوقت بيعتبر من الميكست يوز، يعني في أنشطة تجارية وفي نادي رياضي وفي مدارس، يعني في كمان نشاطات كتيرة متنوعة مش سكني بس، يعني يعتبر كأنه مدينة متكاملة. هل هناك مشاريع مستقبلية أيضا مثل هذا المشروع في الأيام الجاية المستقبلية؟ يعني احنا طبعا بندرس فرص مشاريع تانية كتير. وادي دجلة ما بتتوقفش عن التطور، ما بتتوقفش عن التوسع، وخدنا من شهرين مشروع جديد في الغردقة، وهكذا يعني كل سنة بيبقى دايما عندنا اكتر من مشروعين جديد جداد. هذا هو المشروع الوحيد اللي تم طرحه من خلال اسكان جلوبال النخبة اليوم؟ لا، قدمنا مشروع مورانو في العين السخنة، وده المشروع الحقيقة من المميزات اللي فيه ان هو مقام على العين السخنة نفسها، على مجرى العين السخنة، عين طبيعية كبريتية وبتصب في البحر، حقيقة من المناطق الجميلة جدا في العين السخنة يعني. فده برضو المشروع التاني اللي اتطرح ومطروح يعني، ولقى اقبال كبير من الناس، ويعني حتى اعتقد الشيخة فاطمة نفسها كانت مهتمية بيه بصفة خاصة. برأيك معرض النخبة هل راح تكون نسبة نجاحه مثل الخليج، ولا برأيك راح يكون يحقق ايضا نسبة نجاح اعلى بمصر؟ بصي، هو بدري دلوقتي ان احنا نحكم، ان احنا لسه في اول يوم، لكن المؤشرات الاوليه الحقيقه كلها ايجابيه وجيده، وفي يعني في عدد من الزوار كبير ونخبه من القائمين على صناعه العقار في مصر برضو كبيره وزوار على مستوى عادي، فالمؤشرات بتاعت اول يوم ايجابيه، لكن خلينا نقول الحكم النهائي في بعد نهايه المعرض. شكرا لك.